عسلمة هيدي. عسلمة. مرحبا بالضيوف مهدي وزازة. شبيك متغشة زازة؟ مش متغشة، نغزر لك معلم. اكبر خشمة. وسع بالك. وسعت اكثر من هكا، وسع مع الثمة بابا. كان بي ودي اليوم ننفرد بزازة، اما ما نجمش نضيع الفرصة ومهدي هوني. مهدي مانيش نسمع فيه. تيست ترى تكلم. مرحبا مهدي. اسمع فيا بابارازي، ايش نحوالك؟ هكا مريقل. او محلي صوتك. مستفز، راه مستفز. علاش مخبي صوتك وهو محلي؟ هاك سمعته. اما حكايتك ما مش محلي. شي فتنة معاه هذه التوب رجولين. اسكو يعرف هو اصل اسمه شنو؟ اصل اسم كلمة بابارازي جاي من فيلم طلياني تاع لا دولشي فيتا تاع فيدريكو فيليني، وكان فما شخصية يصور في الاستغلات اسمه باباراتسو، فانت سي غراس للسينما موجود. والماسك نتاعو يرجع للمسرح. للمسرح وال دونك هو القضية ما تعرفوش يا باباراتسو. شنو زازا واللي تفهم؟ ما فهمت دراج واللي تفهم في السينما والمسرح. صديقي انا قاعدة نتعلم، انا قاعدة نسمع ونتعلم. اوكي، انت وراك الخشم الطويل مخبي لي وجهك، ولسانك فيه زوز متر، وكان على لساني هنا 3 متر. نعملو خطا تقعد، انا نتني هنا وانا غاديك. شكون ماما رازي شكون بابا رازي؟ ابعدني ابعدني لله في سبيل الله. انا بعدني، انا فاضحه روحي، انا فاضحه روحي. يا هيدي راهم يوصيو فيا باش ما نتجلطمش عليها، والله باش ما نقول لها حتى شيء. هي قاعده تلز فيا. يا هيدي راهم موصيني وهي تجي. والله نطلع لك الفوق، نطلع لك الفوق. وينك انت تخرجك بك البابيون اللي عامله لي هذيك؟ انا وياك وصع بالك. مازال ما ديناش نحكي. يا ولدي انا بطبيعتي راه اعصابي هكا منك. اسمع فيا مخلقه. بيس بيس مهدي، في فيلموك الاول تيلا مون امور روحت من فرنسا باش تكمل المونتاج، مشيت للبيرو نتاع الانتاج بديت تخدم على روحك. فجأة تاني هد عليك الحاك وتبات ليلة كاملة في المركز. شنو السبب؟ صارت؟ كان خلص لك ايه يعني ايه؟ بت في المركز بعد تيلا مون امور؟ والله وليت نرعش خاطر الحكاية ياسر ما تخوماتيزي وربي يهديك بالحق. كيف ساعدك قول ربي يهديك انك حيرت لي حاجه وجاء عندها 5-6 سنين هذي وحبيت ننساها، ومومون صعيب برشا في حياتي خاطر وصلت وقفت على خاطر حبيت ننقذ في المويه. ربي يهديه. وضح لي باش نفهم. المنتج مش روحت من فرنسا باش نمشي نعمل مونتاج بعد التصوير، مشيت باش نخدم. هدى علي الحاكم قالوا لي انت ايش قاعد تعمل هنا؟ قلت له قاعد نعمل هنا باش نخدم على الفيلم نتاعي باش نعمل مونتاج كنت نصور. قالوا لي ليه ما عندكش الحق مثل المونتاج وانت جاي تتعدى على البلاصه هذيك وانسي دو سويت. ومشيت للمركز، هزوني للمركز، معناتها طلعت في الكهرباء ومشيت للمركز توقفت. فما عقد توريه لهم؟ اي ما حبوش ما حبوش، فكوا لي تليفونات وقعدت نعارك عشيه كامله باش نجم نكلم صديقه محاميه معروفه باش عملت اتصالات وخرجتني للوندوما. معناتها كانت تجربه ياسر ياسر موجعه معناتها بالحق. الحكاية ما وقفتش غادي. شنو صار من غدوة بعد ما روحت من المركز؟ ما صار حتى شيء، أنت علاش تحب تعرف شنو صار؟ الفيلم خرج وكمل و مانيش نحكي على الفيلم. علاش تحب تعرف أنت توا معناتها؟ سيب مش هيك هو حتى أنا ما عجبنيش الحقيقة. حتى زازا تحب تعرف. اسمعني نحب نعرف إيش صار من غدوة. ما صار حتى شيء، صار إنه حربت هالدنيا وطويلت القاعدة شوية. لا مانيش نحكي على هذاك. شنو صار ليك انت؟ رقدت وقمت؟ شنو لقيت مهدي؟ انت تحكي على دي شوك راهو، تحكي على شوك ايموسيونيل، تحكي على رقدت وقمت؟ اون فيت روحت للدار رقدت في الليل وقمت الصباح شعري كل طاح. شو يتسبب؟ شوك كبير برشا ايموسيونيل، لانك توصل كمخرج تدخل المركز تتوقف شعري طاح تو سامبلومون. فمشيت طاح. ايه والله ما نصدقش حكايه ما يعرفها حد، ما يعرفوهاش العباد. ربي يهديك.
تسقسي خاطر اكثر من هذا تصدمت 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 ومشيت مشيت بالوقت قرعت شعري معناتها طاح طاح شعري طاح وخذا بيريود خذا عام باش يرجع والاكثر من هذا مهدي عمل ديبرسيون وصلت خممت في الانتحار هذا الكل على خاطر مونتاج فيلم ولا على خاطر اليوم ما عندكش نسخه من الفيلم مخرج الفيلم ما عندوش نسخه من الفيلم نتاعو برافو ها ميرسي ذكرتني بحاجه نحب نذكرها ما عنديش نسخه من الفيلم ما عنديش نسخه من الفيلم التوا ساعات يطلبوني يقولوا لي خلينا نشوفوا حتى باش تعمل بون ديمو ما عندكش مخرج ما عندكش نسخه من الفيلم نتاعك وكانت كانوا عاملين ياسر صعاب خاطر بالحق انك توصل جافي با دارجون نمشي نشكي لوزاره الثقافه في القصبه وقتها كانت ونهبت اداره السينما نهبت وجافي با ان دينار في جيبي معناتها جافي با ان دينار في جيبي وعديت سته ولا سته شهور بريسك كيكا للي دخل سينا جيب عايد الله يرحمه بالحق سي غراس ا لوي انه الفيلم من بعد كمل وتشاف وسي غراس ا لوي سي غراس ا سيت اكسبيريونس لا اللي من بعد قررت نولي منتج وحليت شركه انتاج والحمد لله دوبوي سا مارش تري تري والضحك والسعاده وانت والمنتج وقتها نفاق اجتماعي مش نفاق هادي نفاق سينمائي كان لازم نقف وقتها في جي سي سي كان لازم نتحمل مسؤوليه الفيلم كان لازم نقول هذاك فيلم موي ميم سي هو فيلم موي ب 20% جو نو با ابوندوني لي زاكتور جو نو با ابوندوني ليكيب الضحك هذاك ومعاه والتعنيق والبوس عمل الخايبات ما وقفتش غازي مهدي مخيبها حليت شركه انتاج ما عندكش فلوس حبيت تسالف من عند مخرج صاحبك وي يا اخي شنو صار قال لك دويو محليهم اصحابك ما تنوم محليهم اصحابك مهدي قبل ممكن حاجه ما تنوم محليهم اصحابك واي حبيت نحل الشركه جافي با دارجون بابا عاوني شويه وامي عاونتني شويه يمونكي جوست 1000 دينار مليون اه وكان عندي صديق كنت سخايل صديق وكلمته وقلت له جوست اعطيني 1000 دينار باش كامل بهم برجعهم لك معناتها جوست نهارين ناخذ لاتيستاسيون سكر على التليفون قال لي ما عنديش فلوس وانت تو فرا جامي دو فيلم وانت ماكش باش تحل شركه وتوا هذا ولا يجري ورايا باش ننتج له فيلم نتاعو يا اخي انت قلت له مش ننتج لك الفيلم نتاعك يا اخي انت قلت له دويو يا اكثر منك طلع مي فوالا هذيك حاجه توجع بالحق تو فهمت علاش العركه اللي صارت وهكا النقاش الحار اللي صار في وقت احنا قاعدين بعدنا على تلمون امور وقال لك ليه وكيفاش وانت قلت ما عجبنيش فهمت علاش السيناريو كان هايل لكن تم تدمير الفيلم في التصوير والمخرجين والممثلين اللي كانوا في الفيلم الكل عانوا منه الشيء هذا ونجموا تنجموا تسالوهم موجودين احساسي كان غلط وقتها ولا صحيح؟ لا احساسي كان صحيح واضح كنت في علاقه مع ممثله تونسيه معروفه مشيت معاك المهرجان الجونه من غير ما يستدعاوها وبتبيعها مادامها في علاقه معاك دبرت لها انت الانفيتاسيون وسكنت في اوتيل على حسابها على خاطرها ماهيش مستدعيه اول حاجه ما كنتش في علاقه معها مش تقتل مش تخوض الدنيا ما كنتش في علاقه معها انا كان صديقه مخرج صديقه من نوع صديقة كانت صديقة قوية كانت صديقة قوية شبول دير أما ماهيش علاقة معناتها مش باش ما تتفهمش بالغلط وفي المهرجان يتم احتجاز الممثلة هذه بتهمة السرقة وقتها أنت مهدي مرضت بالكورونا وما عادش نجم تخرج من الأوتيل احكي لنا مهدي كيفاش منعت الممثلة هذه خاصة وإنه ما عندهاش فلوس حتى باش تخلص النزل اللي هي ساكنة فيه وكيفاش خرجت وما خلصتش ومنعت من الحكايه سرقه ثابته ولا اتهام شوفها هذه سرقت حاجات من ساك ممثله مصريه معروفه قول في الوقت هذاك انت مش تدافع على بنت بلادك هي سرقت دي اكسسوار دو لوكس والحكايه كبرت والحكايه كبرت وحاولت نعاونها سي سامبل كو سا معناتها انت كي جيت في بلاصتي شنو باش تعمل؟
لازم تعاونها بنت بلادك شنو هو كيفاش عاونتها؟ كيفاش عاونتها مسيو لو دون جوان؟ مانيش دون جوان دابور. انت مريض بالكورونا. انا مريض بالكورونا وقتها في البيت ووزارة الصحة. مناديسيت. وزارة الصحة نتاع مصر جابوا لي طبيب و دوز انفيرميير ياسوا عليا خاطر وقت الكورونا ما فماش لا دواء لا حتى شيء لا فاكسان. وهي محبوسة في الأوتيل معناتها محبوسة في الأوتيل وكبرت الحكاية ترسيت لنا بالتليفونات. ولا ربي يهديك خاطر ما حكاية تجوزتها ما معناتها جبت لي عملت لي البيست اوف انت بتاع ست سنين اللي فاتوا. وكهو معناتها كلمت شكون؟ كبير في الـ في الـ في البورد غاديكا وهو اللي قبل باش يتجاوزوا الحكايه بتاع السرقه. ممثل الاكسسوار غالب. وما رجعتش ليزاكسسوار. لا عمره ما رجعوا ليزاكسسوار. ببريز تعرف اسمه انت؟ وما زالت بالطبيعه نعرفها. تنجيتك بعديك. وما زالت صديقه مقربه جدا كما قلت قبيله. لا قطعت علاقتي بها الجمله. قطعت علاقتي بها خاطر شوف انا في المومون ذاك كان لازم نحميها، كان لازم نعاونها، ما كنتش نجم نخليها مراه وحدها تونسيه في مصر تتعرض للسب هذاك الكل، تتعرض للفضيحه هذيك، ميم سي هي عملت الفضيحه، معناتها مش انا في بلاصتها. ونتصور اي واحد اخر في بلاصتي مخرج ولا منتج كان نجم يعمل الحكايه هذه، معناتها بنت بلادي، ميم سي هي غلط انا عاونتها. نرجعوا لزازا. من زازا سيبها ام زازا خليني في دوسيت مادي، اعطيني دوسيت مادي. عجبوا لسيد مهدي برجولي انا اكل هكا معايا انا اللي كم عطيت نسيت على مهدي بجهرب زينب اه بابا ربي يوصل بالسالم استنى 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 ما تعملش هكا لحظه باباراتي شنو هو وليت تخدم في تحديد النسل لحظة واتيتك يا زازا ربي يوصل بالسالم إن شاء الله ما تحموش عليك ويجي خشم وتويقعد هاك مبروك مبروك شناي ربي يوصل بالسالم عشناي عندي كلب جديد اسمه بيرو شريت شناي ترهيك فيق يزي عاد أنا ما هوش عيب راه زازا يا بابا رازي برمش علي عاد ما هوش عيب عيب كي توحم عليك انت أنا عليه هاك شري اونسومبل وما ادراك اونسومبل انا مش يعطيك بفضيحه ما يتخبى عليا شيء يا زينب ربي يوصل بالسالم جست باباراتزي حاجه واحده اذا تعرف شنو كل لقبتي يا لحظه وليد ولا بنيه؟ نجم تعرف اللي هو وليد مبروك اطلع حسابي الزين اذا شنو كل لقبتي مبروك 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 تزغريتها تسويق على زازا طب راجي باي باي